بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أنواع المياه. اكتشف العلماء أن أعذب أنواع المياه تلك التي تنبع من الجبال، حيث تقوم الجبال العالية بتنقية المياه المطر بطريقة رائعة. إذن الحقيقة العلمية تقول بأن هناك علاقة بين الماء العذب والجبال الشامخة. هل هذه العلاقة أشار إليها القرآن؟ طبعا أشار إليها القرآن قبل 14 قرنا. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. سورة المرسلات آية 27. صراحة ما نقول سبحان الله، هذه الحقيقة تثبت نفسها اليوم في العلم الحديث، والله أعلم.